تخليدا لروح المجاهد والمناضل الراحل عمر رموذاش، تم تنظيم وقفة ترحمية على روح الفقيد في مسقط رأسه بقرية القلعة بلدية تكزرت، وهذا بحضور مكثف للعائلة الثورية وكذا رفقاء درب المجاهد الراحل منذ 40 يوما. فرحوك يسولوني فاش ربي تجملتو مغاربي ويا ربي تيقي ربي للجنة تكون ويوني فيك ربي الصحة وكنا يا اسما ربي. زيون زيون ياتفن ملاح ملاح زيون يزقيت خمنا في تمورتيس زيون قبل لا دينا ولا في تمورتيس زيون لهالا ولما ناس يجري في السن قيد مزيون يدي تكرن لما انا قيد الجزائر جينا تيت الشهداء جينا تيت امجو هذا كي ما الا غدا خصاص دي زانسوفيزونس سي تا نو دور الفيلو دي في نو نخمن جواج فنسون. كما تم تنظيم محاضرة حول مسار ونضال المجاهد الذي قدم الكثير للجزائر المستقلة. ولا شكرا باين الا السيرفيس الا المجاهدين يا خي ميسي عمر موداش ليون لاعب دي سان الكوراج ليون لاعب دي سان تموسني ليون لاعب يسنن ميم تمورت يلحو يتسلي كيما نيس يسني بردان يسن انسايادي انسايفا. وللإشارة فإن المجاهد الراحل عمر رموذاش من مواليد سنة 1925 والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 إلى غاية الاستقلال ليلتحق بالرفيق الأعلى سنة 2016 عن عمر يناهز 91 سنة.